كنتش عاوز نهج ولا ايه؟ معقولة يا أمه؟ البيت بيتك طبعا. ما قلت ليش؟ ايه رأيك في السرايا؟ زينة، حلوة والله حلوة. قول لك ايه؟ قولي يا أمه. عاوزين نتكلموا كلمتين حبيبي. فضلي. الله يرحمك يا غالي. الله يرحمه ويحسن إليه ويبجبش الطوبة لتحت راسه. أمين يا رب. مروان، أنا فهماك حبيبي، ولدي ونمك، وعارفك حتى من طلة عينك. يعني أنت مش جاي عشان خاطر حسن؟ واللي أنت بتعمله ده مش عشان حسن، مش قلت لك أنا فهماك؟ تفضل يا أم. يزيد فضلك حبيبي، تعال. انت عارف ان انا اللي وجهت حسن في الورطة دي وجاياك عشان تطلعوا منها. هو مش قد الناس اللي حواليه. قدهم وزيادة يا امه، بس انا خايف عليه يطلط ويوقع في البركة اللي انا وقعت فيها. عشان كده انا جيت لك. يبقى في حاجة لازم تعمليها. أقعد معاك، صح؟ الله عليك يا أمه، تفهميها وهي طايرة. يا واد، أنا أخي وزن بلد، وماله؟ بتولدي حبيبي، وأنا جاي عشان كده، أنا عايز أقعد معاك. تشرفي يا أمه والله. أيوه، أمك اللي قالت لي أعمل كده. بس أنت كده بتعترفي على نفسك. أنا لو كنت سكت كانت ريم موتتني. ولو اتكلمتي برضه هتاخدي اعدام. ها قلتي ايه؟ اعدام؟ لا لا اعدام لا، انا عايزه اعيش. انا كنت مغصوبه على الكلام ده وربنا شاهد على كده. خلاص هتقولي انك كنت مغصوبه تقولي الكلام ده، وفي شهود مش كده؟ ايوه في شهود. والبنت مفيده؟ لا مفيده مستحيل تقول كده، دي مش بعيد كمان تقول انها شافتني وانا بقتله. لا مش هتقول كده، تقول اكتر من كده كمان، عشان هي عارفه ان انا سبب في خطف ولدها. هو انت كنت السبب؟ ايوه امك قويه قوي يا شهد، كانت عايزه تموتني. ايوه امك خنقتني، كانت عايزه تطلع روحي وقالت لصوفة روح تويها في اي مطرح، بس ستر ربنا نجاني. عشان كده خدت لي بيت، كانت بتصرف عليا كمان. أمك مش سهلة يا شهد، ولا هي طيبة، ولا الملاك اللي انتوا شايفينها ده. ها يا حسن، أنا قلت برضو إن لبنى مش هتهون عليك وأكيد هتيجي عشان تقعدي معانا. لا أنا جاي عشان أتكلم معاك أنت. يا سلام، جوي جوي. اتفضلي اتفضلي. خير؟ شوف يا حسن، انا ما رضيتش اتناقش معاك خالص في موضوع لبنى وانت في بيتي، فانا جايه كده بهدوء وبالراحه اخدها، لاما والله لا طربق البيت ده على دماغك. طب وماله؟ ده انا حتى ابقى سعيد جوي على الأقل أبقى عرفت إن في حد في البلد دي يقدر يوقف قصادي. ليه كده بس يا حسن؟ أيوه أنا أحب الدخلة الناعمة دي، بتكيفني، بتخليني كده أحن وقلبي يهدى. بس بيني وبينك أنا أحب كون الحريم قوي. جرايا يا ابن عبد الحكيم. طب كنت خليك على الخط الأولاني شوي، على الأقل كنت صدقتك. بقول لك يا ريم، انا زي ما قلت لك قبل كده، انا احب يكون ليا بيت لحالي اعيش فيه مع حريمي، ملك كده وسطيهم. عارف لو محرم كان عايش كان قتلك بجد. الله يرحمه ويحسن اليه، كان ابو مرتي وانا دلوقتي راجل العيله، يعني اعمل اللي انا شايفه الصالح. وانت فاكر ان انا ضعيفه؟ فاكر ان انا هسكت لك يعني يا حسن؟ ايوه، وهتقولي لي اعمل اللي انت شايفه صح يا حسن، وانت مبسوطه وسعيده كمان. انت يا بغلي اللي بره،
عايزك تتبع عجلين وتوزع فتة ولحمة. عايز كل بيت في البلد دي ياكل زفر. خلي الناس تدعي لنا. ما انت عارف دعوة الغلابة باب السماء مفتوح لها، واحنا بنتمسح في رحمة ربنا. عن إذنك عشان وراي شغل. شاهد بنتك جزرتني، كانت عايزة منك ايه؟ جات وفطمتني على كل حاجة وقالت لي اللي على اللي لازم نعمله عشان نطلع من هنا. أنا كنت أعرف إن شاهد مش هتسيبني، هتقف جنبي وتساعدني عشان تخرجني من المحنة اللي أنا فيها دي. قصدي يعني تخرجنا احنا الاتنين. بس خلي بالك ريم مش هتسكت. وانا كمان خايفة من ريم ده، مع انك يعني نادلة وقللت الاصل وبعتيني بتلات تعريفة. بس اعمل ايه؟ اهو مصيري مرتبط بمصيرك. يعني لو انت تعلقتي في حبل المشنع ده، أنا هتعلق في حبل المشنع اللي جنبك. هي شهد قالت لي إن مفيدة لازم أن تقول إن ريم عذبتني علشان أنا أقول كده. عشنا وشوفنا. مفيدة دلوقتي بقى لها لازمة. اللي ما نعرف لها أصل من فصل. يلا. ما هو لازم أن يكون في شاهد لكل ده. يعني خلاص روحنا في إيدين مفيدة. تصدقي دي؟ يعني هي مفيدة ممكن تقول لا؟ محدش قدام القرش يقول لا، خصيصا مفيدة دي. يخرب بيت الفلوس واللي بتعمله في الناس. المهم شهادتك قالت لي ان هي هترتب زيارة تجيب مفيدة نتقابل معاها، وانا ممكن اجس ميتها كده افهم فيها. اللي انا مستغرباه له مش قادرة افهم ازاي شهادتي تيجي تقابلك انتي الاول وما تقابلنيش انا. على الاقل انا هفطمها. انا مستغربه للبنت دي. ماشي يا شهد ماشي. انتي السبب، وكريمه دي مش لازم تخرج، دي لازم تموت في السجن زي ما قلت لك يا ريم. ما تقلقيش صدقيني هنلاقي حل. زي كده بالظبط ما دخلنا حسن مستشفى المجانين ولبسناها المروان، هنعرف برضو نقتل حسن وكريمة واحنا بعيد خالص.